طيب خليني أختتم الجولة بمتابعة الشأن الدولي، يعني ناخد كده حتة من الشأن الدولي. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا المجاورة تسببت بارتفاع الأسعار، قائلا إن شحنات الحبوب من البلاد توقفت من جراء الحرب، وشدد بايدن على أن أوكرانيا لم تتمكن من نقل حبوبها إلى دول العالم بسبب الحرب التي بدأت في 24 من فبراير الماضي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعمل مع شركاء الأوروبيين من أجل جعل الحبوب المخزنة في أوكرانيا تجد طريقها إلى الأسواق العالمية وتخفيض أسعارها. أما في ملف الطاقة، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشأن زيادة الإنتاج، ولكنه قال إنه غير متأكد من أن ذلك يكفي. بيعيطوا دلوقتي؟ ده حقيقي. يعني أنا ما أقدرش أقول أنت جاي تعيط دلوقتي؟ طب ما أنت يعني بعد إذنك يا الرئيس الأمريكي، ما أنت اللي الأول قلت أنا هدخله يدخل الناتو و... صحيح. أنت اللي احتاج، هو اللي استفز الجانب الروسي، استفز الجانب الروسي. ده حقيقي. طب شيء طبيعي أن روسيا هتعمل كده، وأن الحبوب، وروسيا بتقولك أنا خلاص أنا مستعدة دلوقتي أصدر الحبوب لأن الموانئ معايا. صحيح. وهي طيب والطاقة، طب ما انتوا اللي عاملين تعملوا عقوبات. صحيح. هو روسيا اللي عامله عقوبات ولا هو اللي عامل عقوبات؟ انا يعني عايزه اقول لحضرتك يا استاذه رشا، يعني الموقف الامريكي نفسه فيه انقسام حاد في الداخل الامريكي، لان الوضع الاقتصادي الامريكي بقى صعب جدا في موجه التضخم، وهو جو بايدن مصر على ان يقدم معونات عسكريه لاوكرانيا بمليارات الدولارات، وقصاد كده في الداخل الامريكي والمواطن الامريكي زي ما كنا بنقول كان في نقص حتى في الالبان والسلع الاستراتيجيه، هو اللي بيعاني. اسعار الوقود في الولايات المتحده الامريكيه وصلت معدلات مرتفعة جدا. الحقيقة يمكن احنا بنتحدث عن ملفين بيهموا العالم كله، الطاقة والأمن الغذائي. الأمن الغذائي الفاو والأمم المتحدة قالت ان هيبقى فيه 220 مليون فرد هيقع تحت خط الفقر أكثر وأكثر. الموانئ المحاصرة في أوكرانيا خاصة ميناء أوديسا، هذه الموانئ فيها حبوب كثيرة أكثر من 25 مليون طن قمح محاصر، وطبعا الجانبين بيلقوا على بعض اللوم. يعني الجانب الأوكراني بيقول ده روسيا، هي القوات الروسية هي اللي محاصرة هذه الموانئ، روسيا بتقول لا ده أوكرانيا هي اللي مش عايزة تطلع هذه الحبوب، لحد ما وصل بعض الاتفاقات إنه هتصدر هذه الحبوب لرومانيا، ورومانيا هي اللي تقدر إن هي توصلها للعالم كله. مين اللي هتصدر؟ روسيا. إن أوكرانيا هي اللي هتبدأ تديها لرومانيا. روسيا بتقول لك أنا الحبوب دي بتاعتي. لا، أوكرانيا هي اللي هتبدأ تدي هذه الحبوب لرومانيا، وأيضا كان في عرض من بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. يعني هي لسه قدامنا طويل على الحرب ده. للأسف. لسه هنشوف. واضح إن الأمد طويل.